السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. وكما وعدتكم المرة اللي فاتت راح نديروا اليوم الخبز المنفوخ، الخبز اللي درت به أنا لي ساندويتش نتاع شاورما. نروح نشوف واش لازمنا لتحضير هذه الوصفة. عندي 300 غرام تاع فرينة مغربلة، زوج مغارف زيت نباتي، ملعقة صغيرة نتاع ملح، مغرف كبيرة سكر، ومغرف كبيرة نتاع خميرة الخبز، وربع ملعقة صغيرة خميرة كيميائية، وعندنا كاس تاع ما نستعملو منو كاس غير ربع هكداك. هنا حطيت على الفرينة حطيت السكر والخميرة الكيميائية وخميرة الخبز ونخلط، ونزيد عليها الملح ونخلطها حتى هي. ومن بعد نزيد نحط الزيت وندخله مليح في هذيك الفرينة. ونبدأ نزيد في الماء بشوية حتى نتحصل على عجينة طرية، ماشي بزاف، ما تكونش طرية بزاف وما تكونش يابسة. دوكا نشوفوا كيفاش تكون العجينة. استعملت كاس غير ربع نتاع الماء. هذا هو السمك نتاع العجينة. دوكا نرش سطح العمل تاعي بالفرينة ونبدأ نعجن في العجينة. نعجنها حوالي 15 دقيقة، ربع ساعة نتاع العجين، تعجن مليح مليح مليح. هنا العجينة تاعي ولات طرية، شوف كي نمسها بيدي ما تلصقش. كي تكون معجونة مليح العجينة ما تلصقش، يعني مهما تكون طرية ما تلصقش في يدك. نروح دوكا نقسمها لقطع صغيرة. القطع راح تكون بالحجم اللي تحبوه نتوما، تحبوا الخبز يكون كبير ديروا قطع كبيرة، تحبوه يكون صغير ديروا قطع صغيرة. انا درت حجم متوسط على جال المقله اللي راح نطيب فيها، جايه حجم متوسط.
ونغطيهم ونخليهم يرتاحوا حوالي 15 دقيقة. أنا عندي الحر بزاف، سخانة بزاف، يعني 15 دقيقة تكفي. ونبدأ نحلف هذوك الخبيزات. رايحين يكونوا بهذا الشكل، يعني رقاق شوية. نخليهم يرتاحوا ويطلعوا شوية ويديو هكذا بهذا الشكل، ونبدأ نطيب فيهم. نحط طاوة تاعي تسخن ونبدأ نطيب فيهم. ممكن نخليهم يرتاحوا ونغطيهم قطعة قماش نظيفة وقطعة تاع بلاستيك من الفوق باش ما ينشفش العجين. وهنا بعد ما سخن الطاوة تاعي نبدأ نحط الخبيزات يطيبوا على نار متوسطة، ونبقى نقلب في الخبز من الجهتين كل شوية نقلب حتى ينتفخ الخبز. وكي يطيب الخبز نحيوه مباشرة، نحطوه في ساشي تاع بلاستيك باش يقعد طري ما يبسش. وداخل هذاك البلاستيك لازم تكون عندنا قطعة قماش نظيفة خاصة بالخبز هذا، باش ما السخانة هذيك ما تلامسش البلاستيك تاع الخبز، ما يلامسش البلاستيك، يعني يلامس القطعة تاع القماش. كان هذا هو الخبز تاعي، طري وخفيف وفارغ من الداخل. وانتظروا وصفة جديدة مع فيدا. سلام.